السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على قناة مريم كيتشان. أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة تاع الموفين ولا الكب كيك بالفانيلا والشوكولا. كما تتشوفوا راه المنظر تيجي رائع والمذاق زوين جدا ولذيذة، وهي سهلة جدا. وغادي نبداو إن شاء الله بالمقادير. المقادير غادي نحتاجو 100 غرام تاع السكر، 3 بيضات، 2 معلقات كبار تاع لوز مهرمش ومحمر، 175 غرام تاع فارينة الفورس، 1 سكر فانيلي سكر فانيلا، 1 معلقة كبيرة تاع الكاكاو، ومعلقة صغيرة تاع خميرة الحلوى، و 140 مليليتر تاع الحليب او نص كاس كبير. غادي نبداو نفرقوا البيض، الصفر من جهة والبياض من جهة. نضربوا البياض يرجع كيما الثلج ونديروه في جهة. ناخذوا صفر البيض ونضربوه حتى هو، نزيدوا عليه سكر فانيلا وسكر سنيدة، نزيدوا عليه الحليب، نستمروا بالضرب، نخلطوا مزيان ونزيدوا عليه نص طحين. نزيدو خميرة الحلوى ونكملو بالطحين الباقي. نستمرو حتى انسجام الخليط. ونزيدو عليه بياض الثلج شوية بشوية. غادي ناخدو معلقة كبار من الخليط ونزيد عليها الكاكاو، ومعلقة كبيرة تاع الحليب، نخلط مزيان ونديرها في جنب. دابا غناخدو ليمول تاعنا اللي كيكونوا مدهنين بالزيت ودايرين فيهم شوية طحين، ونعمر ليمول ديالي أكثر من النص بقليل. ناخذ معلقة صغيرة ديال خليط الشوكولا ونديره في الوسط، وبعودة الأسنان غادي نزينه. زينو كما بغيتو. غندخلوهم في فران مسخن على درجة حرارة 180 ونطيبوهم لمدة 20 دقيقة. بالنسبة للتزيين أنا درت شوكولا مذوب على الأجانب ودوزته في اللوز وفي الكوكو. يمكن لكم استعمال المربى لا كونفيتور، ولو تخليوه طبيعي ناتور كما قلت لكم تيجي بنين وتمنى تجربوه. ما بقى لي غير نقول لكم شهية طيبة، وما تنساوش تشاركوا معنا على القناة وعلى لاباج فيسبوك. السلام عليكم.